خلينا نشوف دكتور والسادة المشاهدين هذا التقرير الخاص حول التنمر من فلسطين هذه المرة، ونعود نستكمل الحوار إن شاء الله. تعد الحقوق الرقمية امتداداً طبيعياً للحقوق الأساسية للإنسان التي أقرتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية الدولية، كما أقرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وشرعن حمايتها بإجماع كافة دول المعمورة. يعد التنمر سلوكاً متكرراً يهدف إلى إخافة أو استفزاز أشخاص بناءً على هويتهم الدينية أو العرقية أو الثقافية وظروفهم المعيشية أو الصحية أو تشويه سمعتهم بناءً على آرائهم ومعتقداتهم وما إلى ذلك من تسلط على أي فئة والاستقواء على ظروفها الآنية أو الدائمة. ونتيجة للثورة التكنولوجية التي نعيشها في عصر السوشيال ميديا، أصبح التنمر يأخذ منحاً رقمياً متصاعداً، وتضاعف أعداد ضحاياه بشكل يهدد السلم الأهلي وركائز المجتمع المتماسك، ما دفع العالم إلى تجريم التنمر من خلال اتفاقية بودابست للجرائم الإلكترونية. تستمر تأثيرات التنمر الإلكتروني لأمد طويل مسببة أضراراً عقلية وعاطفية وحتى جسدية لضحاياها، وصولاً إلى الشعور بتدني احترام الذات والامتناع عن التعبير والتحدث بحرية.